ما هو الإيمان؟ نرسه الإيمان. الإيمان هو قول باللسان. إيمان القلب لن أيتو. كأن تقول لا إله إلا الله. مثلاً لا إله إلا الله كلمة سنيتو. وهذا الذي تقول بلسانك. هم تلم بلن أيتكن شو شو سوس. لابد أنك في الباطن توافق هذا الظاهر. هم شندقة شو شو سوس. تشكر أو شندار أصلاً رغتيش. نعم و. لابد أن تعمل بهذا. هم شنو عشان شنو بنسين يشرق عمل قدراتي. كأن تصلي مثلا. مثلا نماز وقو. والإيمان يزيد وينقص. إيمانه وسع هم شو لايق ضعيف لنتشه. إذا لابد في الإيمان في تعريف الإيمان من هذه الأمور الخمسة. هم شنو مشي إيمان داش وش بيشنر سبوراتيش. أما أركان الإيمان فهي ستة. أما لكن إيماننا أركانه هو 6.